مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تراندينج، ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات. مشاهدينا الكرام، يقال أن الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، كذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. مشاهدينا، فيديو اليوم تحت عنوان عندما تمارس مهنتك بإخلاص، وهو لعامل نظافة جزائري حاز في مواقع التواصل الاجتماعي على مشاهدات عالية وإشادة واسعة. وفي تفاصيل هذا الفيديو مشاهدينا، هذا المنشور المرفوق بالفيديو والذي جاء فيه من صاحب هذا الفيديو مشاهدينا: كنت في بيت صديق لي، وفي ساعة مبكرة جدا سمعت ضجيجا خفيفا بالخارج، وظننت أنه سارق يحاول تسلق الشرفة، فخرجت لتفقد الأمر، فإذا بأرى مشهد احترت واختلط علي الأمر لأكتشف أنه عامل نظافة. كانت الساعة 4:30 صباحا، شاب يقوم بصنع مكنسة مما تتوفر لديه من مواد. دار بيننا حوار قصير إلا أنني تعلمت منه الكثير. تحية لكل جزائري يملك ضميرا مهنيا. مشاهدينا، نتابع معا الفيديو ثم نعود إلى التعليقات. صباح الخير. والله اني نصور فيك. شوف، اني نصور فيك ورايح نطلقها في الفيسبوك. والله اختك تموهم الرجال، تسمح نطلقها؟ ها، ربي يعاونك اخويا، ربي يعاونك. ها، كنت جاو الناس كل يخبو كيما انت، قال لك السر ويعطيك صحتك. والله ما كان منه، ما تخدمش اخويا، ما تقدمش تخدم. والله ما كان، ربي يعطيك صحتك ويرضى لك دنيا واخرة اخويا. مشاهدينا الكرام، مهندس والنظافة، هذه الأيادي الصخية التي تعطي ببذخ، نقول لها بملأ الفم لكم منا عظيم الشكر والامتنان. الآن مشاهدينا، التعليقات، التعليق لوجه في كل الاحترام والتقدير لهذا الشاب المهندس، إن شاء الله يكون قدوة للشباب الجزائري. أم إلياس كتبت: تحية وتقدير للرجال المخلصين في عملهم، ربي يبارك في صحته ويعطيه الرزق الحلال. تفاعل آخر مشاهدين الكرام: بلال كتب: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا له، بارك الله في ماله وصحته والديه وعائلته، ربي يفرجها عليه إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، فارس كتب: عامل ذو ضمير مهني ومصور ذو أخلاق عالية. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر التعليقات.